ترابين يتقدم في الجهة اليسرى، لمسة للخلف هذه ممتازة إلى مودي، مودي المحاولة ما زالت، لمسة إلى سباخي يتقدم يتقدم، صعبها على نفس سباخي إلى ترابين إلى فادي عيسى، ترابين عرضية خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جول 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 الخرافي من ترابين. لاحظ اللمسة هنا، ترابين وقف رفع رأسه بالمسطرة بالمسطرة والقلم، وضعها بالمقاس على رأسية أبو بلال الذي وضعها بكل احترافية في المرمى. لاحظ الكرة، ترابين يا فنان، ترابين يا معلم، هذا الغزال يرسلها إلى الغزال الآخر ليسجل هدف أول، يفتتح من خلاله تسجيل شريط هذه الأهداف بهدف أول عن طريق أبو بلال. أبو بلال يفتتح التسجيل ويسجل الأول في هذه المباراة. محاولة قطعت من أبو وردة، هذا مودي، هذا مودي لحاله ممكن أن يكون الأكثر نضوجا والأكثر حضورا في المهمة الآسيوية. هذه محاولة ترابين، هذا منهم هذا منهم هذا منهم، الله الله عليك، الله الله عليك، الله الله عليك يا ترابين. وهذا الاحتفال الأجمل في بطولة دور المحترفين، إنه ترابين يا سادة، إنه الفهد الأسود الحاضر للكتيبة الجدعانية، يسجل الثاني ويقرؤون الفاتحة. نعم نعم، تعازينا الحارة لترابين، تعازينا الحارة لموسى ترابين بعد أن فقد والدته في الفترة الماضية، يقرأ الفاتحة بعد احتفاله بهذا الهدف. الله على ترابين، رحم الله الوالدة يا ترابين وأسكنها فسيح جناته. هذه المحاولة والمرور من ترابين وقوة ترابين ومهارة ترابين، ويبقى موسى ترابين صاحب أجمل احتفالية في بطولة دور المحترفين. بعد أن صنع الهدف الأول يأتي لتسجيل الهدف الثاني ليقضي على آمالي وأحلامي الترجي في المنافسة على البقاء في دور المحترفين. هناك 6 مباريات متبقية نعم، ولكن الأمور تؤشر تعطي الكثير من الإشارات أن الوضعية للترجي في هذا الموسم صعبة للغاية. هذه الخسارة التي سيتلقاها الترجي